فراشة قد تسبب بإعصار وبراكين وزلازل وحروب. هل تصدق أن رفرفة جناح فراشة في البرازيل قد يؤدي إلى إعصار في ولاية تكساس الأمريكية وتأثيرات كبيرة تقلب العالم رأساً على عقب؟ هذا ما تدعيه النظرية العلمية المعروفة بأثر الفراشة، أي حدث صغير معرض لأن يتبعه سلسلة من الأحداث التي ستكبر تدريجياً إلى أن ينتهي الأمر لحدث عظيم. هنالك الكثير من الأدلة التاريخية تظهر تجلياً واضحاً لهذه النظرية. انعطافة خاطئة لسيارة ولي عهد النمسا كانت السبب المباشر للحرب العالمية الأولى، إذ أن ولي عهد النمسا كان قد نجا من محاولة اغتيال أصيب بها بعض حرسه، وأثناء توجهه لزيارتهم في المستشفى ضل سائقه الطريق إلى حيث يوجد أحد أعضاء العصابة التي كانت تنوي اغتياله، والذي لم يتوقع أبداً حضوره، فأطلق عليه عدة رصاصات وقتله. أدى ذلك لنشوب الحرب العالمية الأولى ومقتل 5 ملايين إنسان وانهيار عدة إمبراطوريات وهزيمة ألمانيا. وبسبب هزيمة ألمانيا صعد هتلر لحكم البلاد وقامت الحرب العالمية الثانية التي قتل بها 50 مليون إنسان. استغل الصهاينة ما جرى خلال الحرب العالمية الثانية لتبرير احتلال فلسطين، وانقسم العالم إلى قطبين، شرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي وغربي بقيادة أمريكا، ودارت بينهما الحرب الباردة. ألمانيا أصبحت بلدين وأقيم بينهما جدار برلين الشهير، وكوريا انقسمت إلى شمالية وجنوبية، ودار بينهما حرب طاحنة، كما وأدى تصارع السوفييت والأمريكان إلى حرب فيتنام وأفغانستان. كل تلك الكوارث كانت شرارتها انعطافة خاطئة من سيارة. بالتأكيد ليس دائما ما يكون أثر الفراشة سلبيا، فقد أدى جلوس إسحاق نيوتن تحت شجرة التفاح ووقوع إحدى التفاحات على رأسه لاكتشاف قانون الجاذبية، وبالصدفة قاد بحث السعودية عن الماء لاكتشاف البترول الذي أدر عليهم ثروة عظيمة جعلتها إحدى أغنى دول العالم. هل تعرضت لموقف يمكن تفسيره على أنه أثر للفراشة في حياتك؟ كان معكم بالأداء الصوتي رامية مطلق من قناة المعرفة البسيطة، تحياتي لكم.